بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم خوتنا المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، خوتنا الجزائريين بطبيعة الحال ديما، والتونسيين والليبيين والموريتانيين، وهذا الشيء يشير إلى إله الله محمد رسول الله وجميع متتبعي محتوى السجون المغربية. تحياتي واحتراماتي وتقديري لكم جميعا خوتي، بعدكم خوتي. اليوم جاتكم واحد القصة ديال واحد السجين ربي يرحمه، اذكروا امواتكم بخير. خا هو كان مزيان وهادي، ولكن كانوا شويه فيه شي فعيل خايبين شي. المهم دابا نعاودوا القصه، ما عليناش، وما حنا كامه اسلاميه اذكروا امواتكم بالخير، ولو يكون دار اي حاجه معصيه مع الله ومات تتفقد، حنا امه اسلاميه ما عليناش اخوتي. المهم خوتي متتبعين اوفياء ديالي، واحد الحاجه نخبركم بها دابا ان شاء الله هتلقاو الرابط ديال صفحه الفيسبوك محتوى السجون المغربيه لصحاب نجمه سته خوتي. نفكر لكم تاني شويه، الناس اللي ما تخرج تدخل اليوتيوب، تدخل الفيسبوك صحاب نجمه سته، تدخل التيك توك، تدخل انستغرام، كلشي الرابط غتلقاو اخوتي الروابط ديال هاد سميتهم غتلقاوهم في الوصف. مرحبا بصحاب نجمة ستة، نتوما غتفرجوا ماشي غير فيديوهات ديالي، فيديوهات اخرين نتو، فيديوهات اخرين اخوتي ديال السجناء التائبين اللي تيعاودوا القصص. المهم بزاف فيديوهات ديالي، فيديوهات بزاف، واحد الصفحه مهمه اخوتي، غير دخلوا ليها، ما نقول لكم ديالي ما حتى شي حاجه، المهم دخلوا ليها اخوتي، تفرجوا فيديوهات ديالي، فيديوهات ديال السجون المغربيه، وكذلك في تيك توك، وكذلك في انستغرام ديالي اخوتي، غتلقاو الرابط في الوصف. مرحبا بكم اخوتي. وعلى هاد كلمة السجناء التائبين اخوتي، واحد في كومونتير كتب ليا قال لي نتوما ما خصكش تقول سجناء التائبين، قالك نتوما مجرمين سابقين. قالك لا، بحال زعما حنا ما غيعفوش علينا الله، قالك شرفنا وتخرخرنا وحاشاكم كما حدق علينا الركاب، ولينا قالك تنكرو كي شي عكوزات. شوف عليك اصاحبي، شدي هضره تتقال انت زعما راه كتبت لك في الكومونتير واش انت مسلم ولا مسيحي ولا يهودي. حنا اصاحبي راه بشر تنخطئو، اييه، ولكن تنتوبو لله سبحانه وتعالى، متنبقاوش نخطئو، متنبقاوش ديرو داك الشيء اللي تيغضب الله سبحانه وتعالى، ونتعداو على عباد الله، واخا مرات تعدينا ولا بقى داك الصداع ما بقيناش نديروه، ماشي تخرخرنا سالينا، مازال فينا ما نقزو دا حنا فوق القرودة حاشا خوتي أو متتبعي الأوفياء. السبوعة السبعة السبوعة خلاص تيحترمونا، دراري السبوعات نقولو حنا السبوعات دراري اللي بشكل وهادي تيحترمونا، أي واحد تيحترمنا، ولكن القرودة حاشاكم هي اللي بغي ينقص فوق مني لقاني واجد في الباب. أنا ما بغيتش داكشي لا يسلط عليا شي مشكل بحال ما هذا، ونشوف تكتر في الكومنتار. الجواب دابا نيت واحد شويه خوتي في المونتاج، غادي ندير لكم بقى تشوفوا الصوره ديالو هنا خوتي الفوق، مونتاج غتلقاو الصوره ديالو هنايا. هذا كان نسكريني كومونتير ونشوف نوري لكم اخوتي تشوفوه. ما عليناش اخوتي، نصائح اخوتي الشباب ديما، خوتي الشباب حنا زعما خصكم تعلموا من هاد الناس اللي تينهيوكم راك ترو الجرائم، راك القبيط، هذا ضرب هذا، هذا ضرب هذا، جلس اخويا حدا ماك، شوف يقسم الله. وكذلك انتم اولياء الامور، ما تبصروش ولادكم بالفلوس، يمشي يشري راك القبيط، يمشي يشري الشراب، يمشي يشري هادي، زير شويه ورخص شويه. ما عليناش اخوتي ندخلو في القصه اللي طلبوا لنا الناس ديال خونا الحنفي والمدينه الرشيديه، تا هو مصنف اخوتي من المال ديسيبلين مع دوك السجناء اللي لحقاش ما تيعرفش، ماشي ما تيحملش هو شي حاجه، شي واحد سميتو المخزن ولا خدام في المخزن، خزني عسكري، موظف الحبس، بوليسي، جندار، هادو كلهم تيبقى هو يتحداهم. هاد الحنفي الله يرحمه خوتي دوز معايا حبس خميسات، ترونسفير من سلا من داك الموت اللي قلت لكم دوزت مع فاروق، وعاودت لكم بزاف مع عبد العالي القراع كنت في حيدر، رجع ترونسفير خميسات، استئناف هذيك اخوتي داوني لدوزيام بيبي،
مزيان بيبينا واقف فيها تنظر اخوتي كارتي قديم فيه شي 6 شنابر في غرفه ديال البيبي وغرفه ديال دوزيام بيبي. انا واخا باقي صغير في العمر ولكن الصحه ديالي ما داوني دوزيام بيبي. ما عليناش اخوتي هي هذيك. انا تنخرج بيبي تيدور بوحدو ولكن انا تنخرج مع الكبار تندور كدا نمشي للكارتي الاخر هو كان في الكارتي الاخر بوحدو ولكن كاين باب واحد تندوزو من كارتي لكارتي تنمشيو على الناس اللي شريف يعني الناس الكبار بيبي لا ولكن انا تندوز ندوز باش نجيب الحشيش نمشي وتنتقدا من هاد الحنفي هذا الله يرحمه ولي برحمة الله جود تا خوتي قداش راه دابا نعاود لكم في الاخر راه تاع يعطيوه البرا جوج براوات برا وحدة مودي كارت ما عليناش اخوتي هي هاديك. المهم اخوتي هو كان تيشد السلعة من واحد مسجون تا هو كان ديك الساعة كان محكوم بالتلاتين درهم درهم وقيل ولد كازا واو مبقيتش عاقل اخوتي المهم لاباس عليه وتبزنيز المدير تيعنقو موظف تيعنقو اللي بغا شي حاجة هاك تيبيع الحشيش وتيعطي للحنفي الكترة خاش الحنفي مكينش اللي غادي يجيب ليه موظف غادي يجيب ليه الحشيش علاش ضاعر كاع الموظفة ضاعر بزاف الموظفة بزاف الموظفة خرج ليهم على خدمتهم تيبغيو مع داكشي اللي تيبغي يدير هو داخل المؤسسة وهادي تيبغيو يهزو ترونسبور هادي قربو يهزو ترونسبور تيجيب ليهم 300 غرام 400 غرام 500 غرام هادي جابها ليا فلان تا موظف مبقى تيبغي يجيب ليه السلعة يخدم بها تيعطيه الدرهم السلعة تيخدم بها خدام وحاجة وحدة في خيبة خوتي دراري الصغار دراري الصغار بلا لا حياة تيمشي اليوم اخوتي دايما في مارس اليوم اخوتي دوا الدف اللي فيه خيب هكاك تنقولو الله يرحمو هكاك تنقولو الله يرحمو هو نعمة الرجولة هادشي نتا اللي قلتو نتوما اللي قلتو يا خوتي عاودنا على الحنفي راه هادشي اللي كاين راه هو اللي تنقول ليكم كاين شي حاجة زايدة ولا ناقصة ما عليناش اخوتي انا تنمشي تنتقدا منو هو تمشي عند الدرهم تنقول ليه عطيني كيقول لي اش دير انت ما تعطيش هاد الفلوس هاد الفلوس كاملين كان تسع الفلوس وقارو اعطيه هادي وهادي يقول لي راه الدرهم وهادي وتا هو تيتطلع فيا ما عليناش اخوتي هو تيسر تيتسرى الحبس كامل عزلة موظف ما تيهضروش شاد الحشيش هاكا قدامهم اخوتي ولكن ديك الساعة واخا هاكاك شاد الحشيش قدامهم كان الحشيش موجود كلشي موجود ولكن باش تشد الحشيش تتبيع بالاحترام شوف موظف تخبعه هذا من غير دوك الموظفين تيكونوا ولكن هو لا المدير قدام المدير قدام اي حاجه ما عليناش اخوتي هي هذيك دازت ايام مشى المهم باش نقول لكم نض وقع عليه مشكل مع الدرهم على شي حسابات بيناتهم نض اخوتي ما منين جد واحد الشاقوره صغيره شاقوره هي صغيره هو يغدر درهم ضربوه للراس ضربوه بطو ناضو خوت درهم للسبيطار هو شدوه هو باش يجيو يشدوه راه مصيبة خوتي صافي شدوه قالوا ليه دابا ساعات ولا دخل دابا العزلة ديالك وهادي هو راه عزلة عندها باب كبير هو عندها تير لا تيراس هنايا عاد سيلون هنا سيلون هنا يكونوا جوج عزلات عندهم باب واحد هو لا شد هادي وشد هادي ومتتسدش عليه هاد الكريا وهاد الكريا تتسد عليه غير الباب على برا بلا عندي دخلوا اخوتي لبلاصتو شدو داو لاخر السبيطار لا غد ليه جاو اخوتي او تسيفو عليه باش يديو ترونسبير شنو دار لهم اخوتي جبد ليهم نص كيلو ديال الحشيش المدير شنو دار ليه تبتو شوي داكشي اخوتي تبتو المدير هد داك الحشيش قال لي صافي سير بلاصتك هاكا حشيشك يلا خدم وسير يا ديك اخوتي بقى خدام عاوتاني الحنابي كذلك دور من هنا دور من هنا دور من هنا غير هو كانت المعاملة تعامل من هذا تعامل من هذا مكاينش هو زويون حلو بخير تاكلو حوايجو هو الحاجة الوحيدة العدو ديالو هو بوكاسكيطة هو أي واحد من المخزن قشطة على برا واحد الدري في الكومنتير كتب ليا بأنه تيحيح مع المخزن أنا عاودو لي عليه الدراري مكانسة عاودو لي الدولة خنيفرة فاش كنت تزن نعاود لكم فاش كنت معاه في سيدي سعيد هذيك القصه اللي كنت سيدي سعيد عاودت لكم على الحاج الخزاني وتيمومي ما عليناش اخوتي هي هذيك هو شنو دار نعم بقى خدام كما قلت لكم من هنا من هنا من هنا
نتلاقى مع واحد نائب مدير ديك الساعه داك الخميسات كاينه الكوكوت كاينه الجميله كاين المريخ كاين اللحم الخضر كل مهم لا ما نقول لكم هي ديك اخوتي يلا حيدوا الزياره ديك الساعه ديال الشبيك ما بقاتش الزياره ديال الشبيك ولا الزياره مباشره هي ديك اخوتي تناقش مع داك النائب المدير هو في العزله عنده الريشو عنده كوكوت كوكوت تطبخ فيها شي حاجه تطبخ فيها شي حاجه هز ديك الكوكوت اخوتي ضرب داك النائب المدير ضربوا لهنا الضربه والكوكوت سخونه مع الضربه واللحسه تضرب اخوتي وتلحصات لي هذه الجلده هذه يا ديك اخوتي ما عندناش شدو ضربوا به ضربوا هو من اخوتي مخزن ما معاش اللعب خصوصا الموظفه ديال اللي داخل السجن راه واخا تكون ما عرفاش شنو هذا زو اباطيره سمبوري ها حمد ها زيد 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 كل شيء راه لا دار فيك المخزن راسو مالو الضافا دارو فيك راسهم راه ما غتغلبهمش ما راه كتار شحال من واحد بغى يتحدى موظفة راه إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمهم شحال من واحد عدد هما من السجناء اللي نيت في الشكل ما عليناش أخوتي يا هاديك جاو أخوتي ضارو بيه لبرا أخوتي ممرا بجوج سميتو ديال الموديكات بغاو يضربو عليا أخوتي والله أخوتي لصات فيهم كاملين بركة بركة يوقف في الكريا هاكا أخوتي ديك هاديك المقدة شنو دارو هما أخوتي مال الموظفة مشاو بحالهم لا غديه جاولي ولكن ما جاوليش بالبرا جاولي غير باش خاصو إطمينط منطوه قال ديك الساعة الموظفة تحبس خميسات راه ماشي شي موظف بزاف كتار حبس راه غير صغير موظف راه قلال لي تيخدمو بالنهار حرس الليلية راه بوحدها كاريطة بجوج راه الموظف هاد الكاريطة بجوج الفوق كل موظف شنو عندو ديك الساعة خميسات مكانوش فيه موظفة بزاف معليناش أخوتي وتوا الموظفة تيخافو منو مقادرينش شي موظف مقادرش يسطمو عليه وكاين شي موظف تيعطيهم وهادي معليناش مهدوش دو خوتي من طوع خدم الموظف ساروت ديال الكريا خدمو ليه وخدمو في الساروت المينوط صافي دخلو سدو عليه واحد الباب تما من دوك الكريات ديالو دخلو البلاصه فين داير المعنات ديالو وكدا وهادي دخلو لديك البلاصه تطرقو عليه اللي خلي بالمن شوف واش غنديرو معاك انت راه ما كاين والو هادو تيتبتو فيه ما عليناش اخوتي هي هاديك دخل هو باش دخل الداخل واحد شكام فاسي بزاف عليه يكون فاسي فاسا دوزو معنا الرجال فاسا دوزو معنا الرجال الحمد لله فاسا عزازين عليا بعدا انا وهما اللي تلقوا الحباسات ديال المغرب كاملين داكشي اللي كانوا تيديروا عندك هما مكانسه ونتحدى اي واحد في هاد الهضره هادي فاسا تلقوا الحباسات ديال المغرب واعيين واعيين وما تيسمحوش بحقهم فاسا ما تيسمحوش بحقهم بالنسبه للمسؤولين انا صير دوز معايا واحد قال لي واش دوزو معاك اخويا والدري قلت فاس واحد الدري قلت لك دوز معايا اخويا دري الطواش والزواغه وبو رمضان بغيتي نعاود الخويا شي قصه عليه مرحبا هذوك خوتي دوزو معايا تهلاو فيا عشان لا اله الا الله الساعه تنضرب راسي وتنضرب ما تدبش خالد وما تهبش البنات من الحشيش ها اللي خصك هاك عندي الطواش غادي يدخل ب 18 ويسكيه 20 ويسكيه في الكفار من الزياره ما حتى واحد ما تيوقفو نهائيا والنور تيضرب من وجهو ولا ادريس طواش سمينو دري تبارك الله النار تيضرب في وجهو هو وخو جاب ولاد بن سودا راه هو راه النار راه يقولك خويا الصغير هذاك المهم بلا ما نهضر برمضان كذلك عاوتاني تلاقيت مع مقرر دوز معايا قديم وتلاقيت مع خميسات شافني شاد البارك وقف عندي في البارك ديالي تقوى معايا وتهلا فيا المهم ما عليناش نعاود لكم اخوتي على هذا اخويا اللي قلتي لي كذا نعاود لك ماشي مشكل ما عليناش نشوف القصه دخول الحنفي يا ديك اخوتي لا حسارو في الطواليت خويا عليه الماء ديك القرقره القرقره ديال الحبس يكونوا كبار شويه احسن فيه تخلقوا طوب تيخرجوا منهم داك الشيء بلا ما نقول لكم اخوتي لا حب القرقره وعندنا حنا داك الحبس لاصق على الواد ديال الحار واحد الواد الحار ديز من موراه لاصق عليه
راه القوادس ديالو خارجين غير تما من الواد البحر، الساروت غيتجبد من السيبير من على برا، غيتلقى حاشاكم في داك الشيء ديال اللي تيخرج من داخل من الحبس يخرج غادي لسميتها، كاين واحد الحفره مور حيد الحبس يتجمع فيها بزاف ديال داك الشيء تقيل تما، خوتي جابو الحباسه والبلانطو تخدم الإمام تمشيو هذاك الشيء كامل تتجبد داك الساروت، هادو خوتي ضربوا لي موديل تيل كات جوج براوات حطوها بهم قعدوا به قعدوا به لسيدي سعيد، قعدوا به الخنيفرة من الخنيفرة عاد ردوا لسيدي سعيد، المهم ما علاش اخوتي، المهم داك الشيء دوز تما انا قلت لكم اخوتي هاد الشيء، تلاقيت معاه مؤخرا سيدي سعيد باش عاودت لكم على القصة ديال الحاج الخزاني، نتوما اخوتي تلاقيت معاه تما عاوتاني نفس خدام دازت عليه تما، قالوا لي الدري دازت عليه تما ولكن هو لقى تما الحباسة وقى الدري اللي تيعرفوه، قالها لي هو بنفسو فيقوه بالارطان اخوتي، واحد النوع ديال الكينة الارطان تتفيق ديك موديكات اللي تتضرب بحال دابا تشد فيك ضربة كاينة ديال 3 شهور كاينة ديال شهر كاينة ديال 6 شهور، هما حطوا لي جوج ديال 3 شهور 3 شهور يبقى 3 شهور هو اخوتي، ولكن الا عطا ديك الكينة بزاف يبقى يشرب منها 15 يوم تلقاه ولا 10 يوم تلقاه واقف، عاونوه الحباسة بقاو تيعطيو داك النوع ديال الكينة، سيد وقف على الطال لقى كاينو ديك الساعة داك واحد المدير كان كان ميمون ولا ما عقلتش اخوتي لويز كان عبد السلام رئيس المعقل موظفة كاملين ديال سيدي سعيد ديك الساعة كلهم تا هما كانوا زوينين سيدي سعيد مطلوقة، ما عليناش اخوتي هي هاديك ما شنو تلابق مع شاكي بالإعدام دري ولد فاس عندو العزلة بزناز لي أمر ليه الدار واحد ولد الناس أخوتي ما قتلتو قدام وجهكم أخوتي متتبعي الأوفياء ديالي، فالعظيم بالله نعم الرجولة المهم بلا ما نزيد نهضر، تيشد الحشيش تيبيع الحشيش وشاكي بتا هو تيبيع تا هو الحشيش، المهم وقع بيناتهم شي نقاش ناضو طايف واحد ومطايف اخوتي المضافه مدابزه واحد القتال اخوتي ديال ما اش نقول لكم الله دابا كلشي 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 راجع الله والمساجد كلشي راجع الله وهما بجوج الوسط هذا مضى هذا مضى، شاكيب ما تيتصرتش حنا في الاخر بديك الصحه شاكيب تا هو شويه تبارك الله ولكن ماشي بحال الحنفي وشاكيب درويش ما يدارز مع موظفة المهم تيبيع ويخدم ما يديرش داكشي ديال اللي هاولا ما عليناش اخوتي هي هاديك بداو تيتقاتلو طيني نعطيك تشيري هكا شيري هكا شيري هكا حنفي جات فيها اخوتي جات فيه واحد الضربة جات فيه واحد الضربة هنايا فهاد العصبة ديال الترابيزان هنا تضرب هنا حكمو شاكي المهم اخوتي دخل الحاج الخزاني دخل عند الى تيمومي ودخل ما يا ربي مبقيتش عقلت ديك الساعه ما واش الزيتوني واش منير ولا واحد خورا واحد توفيق ما بقيتش عاقل واش منير ولا توفيق اللي كان الزيتوني تما ديك الساعه علاش اخوتي دخلت معاهم حتى انا المهم تفكرت الجره هذا هكا اخوتي فكينا الجره مهم شاكي بلاصتو سامحناهم ما كاين والو توني اخوتي حنفي فاش كنت يتناقش ما فاش كنت سمع المهم داك الصداع سمع بان عبد السلام رئيس المعقل عطا واحد الهضره للحنفي مع واحد الموظف سمعوا الحنفي نقول لكم اخوتي والله الا نحبق كاين تما ديك البلاصه قدام الكريب الجردار ونحابق وهز محبق اخوتي ويعطي الرئيس المعقل الخليقه اخوتي موظفة سيدي سعيد غير قتالة ما نقول لكم شو راه كيما تنقول لكم مخزن راه ما هي ديك اخوتي شتاه قرعوا لي المهم اخوتي واحد التبيديقة خايبة دول الكاشو من ديك الساعة اخوتي انا ما عاودتش الحنفي دول الكاشو كارتي اخر ما عاودتش الحنفي نهائيا من ديك الساعة حتى تقريبا نقول بحال تنفكروه هذا ولكن ماشي حتى قال لي اخويا واش ندوز معاك الحنفي عاد قال لي راه الله يرحمه مات، المهم اخوتي قصه عاودتها
اللي كنا تطلبوها مني. وعاودت لكم انتم المتابعين الاوفياء ديال محتوى السجون المغربيه قصص للعبره. خذي الشباب باش نقول لكم حنا كنا هكا ودرنا هكا وتنوض انا لا تنتسال ونمشي لكارتي واخا غبي كان هادشي يا صاحبي. دابا راه غتمشي للحبسه القماع يا صاحبي، راه اش نقول لك اخويا، غتحصل مع القمله، تحصل مع الوسخ، تحصل مع الجدر الباطل، تحصل مع شنو غتاكل، شنو غتاكل يا صاحبي. كاين الحساب فيهم 600 درهم في الشهر، شدي لك 600 درهم في الشهر والحمد شنو فيه، فيه اندومي ودانون ريبي باستا زيت بلديه لانشون كاشير سردين الميكا زيت البلديه مطيشه البصله الخيار تفاح ليمون البنان الحانوت منادا شابان تيل كل حاجه زيدين في هذا الهم جوج على هنا مطيشه البصله تاعي راه تزيدو لها تاك 100 درهم تزيدو بغيتي كيلو طماطيشه تيوز الكيلو طماطيشه في الميكا راه فيه جوج خامجين ديه 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 نردو انا خسر عندك تهضر على شي بزاف 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 مؤسسه فيهم هادشي تهضر اخويا تهضر اخويا راه ما عندها تهضر راه مصيبه كاين حس دابا ديال تخرج من تخرج من السيرون للكور بميناط في الزياره بميناط دير غير صداع ولا ها ولا ها ولا ها تصنيف الف تولي شوف واحد الحبس ما عمرك شتيه ولكن خوتي الشباب نتوما ديروا عقلكم اصاحبي ديروا عقلكم وبعدوا من الجناوه وهادي 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 راه بزاف اصاحبي غتمشي لديك البلاصه تبقى تقولها ندامتي ندامتي حنا تنقولوا هاد الشيء راه حبسه كاملين وهاد السجناء التائبين كاملين راه هما راه تعارفين بان الحبس ما بقى ماشي هذاك الحبس الاخر دوزنا العجب شربنا الويسكي ما خلينا ما درنا في المخدرات اصاحبي شنو صورنا من هاد المخدرات هالسيليسيون هالقرقوبي داخل المؤسسه انا تنصبحها سكران تنعصر الناحيه تنصبح سكران بحال راه على برا موظف سيرت نعسان على النور اخليوني حتى واحد ما يهضر معايا راس الكرون الكركبيه هاكا ونحط القرعون القرب غراب وحدي شمتوني يا خوتي دابا لا دابا راه الحبس دابا راه الحبس ما لا اله الا الله خوتي لا اله الا الله خوتي الشباب لهذا ديما تمنى النصائح زوينين السجناء التائبين اللي تيهضروا ديما بنصائح الشباب تحياتي لهم ديروا سمعوا بعدوا من هادي بعد من هادي بعد من هادي بعدوا اخوتي سيرك صحدا الوالده ديالك قسم الله اخويا قسمت الله اخويا جلس راه امك ولا داركم راه ما غتبقاش بلا غدا لان فرض ما كايناش الخدمه ولا باقي غير جلس اخويا تكمش لا تتمشي اخويا دي هذا دي هادي دي هادي دي هادي واللي اللي تيمرضني انا هي اللي تيحقرو مراه غاده مسكينه تقدر هادي انت ساك اش فهاد الساك في 4000 ولا 6000 وتليفون صاحبي ولا زيها وكاين اللي تنعرفو ما يقدروش يمشيو عند دوك لي بشكل لا تعرفوها ولا لا سير الا كنتي تتدي وتتسرق دوز من الطرف صاحبي الا تنعرفك النيت كاين دوز من الطرف ماشي تستي تغربل تغربل الدراب تغربل العيالات الكبار تغربل كدا لا حشومه انا في منتهى ضرب 4 سنين راه قلت لكم اخوتي القصه سيرو تبعوا معايا من الاول من اول ما خطرا في الانحراف راه تبعتو نتوما معايا القصص الناس اللي قدام ولا المهم سيروا القصه وتشوفوا منتف انا درتو بديت من الطرف داك هو المنتف اللي حقرت فيه خرجت لقيت بوامات ليا صافي مبقيتش تنشوفو قدامي نهائيا وضربت منتف ما سرقتش فيه غير ضربت بنادم ولصق ليا سارقه فاش وقع ليا مشكل مع بنادم في ديك 4 سنين ضربتو قلت غادي نلصق ليا سارقه راه داكشي اللي عندك غتمشي غتلصق ليا السارقه اللهم نحيد لك داكشي اللي عندك ولكن مشيت نحقر بديت من الطرف تمام شحال من ضحيه الله يسمح لينا منها راه تنطلبوا الله ديما يسمح لنا منها وتنطلبوا حتى هما يسمحوا لنا اللي كيشوفنا يسمح لينا اللي ضربناه بشي ضربه ولا جبنا فيه شي ضربه ولا يسمح لينا حنا راه تنطلبوا من الله السماحه ولا نطلبوا منه حتى هو يسمح لينا ولهذا خوتي الشباب كما تنقول لكم ديو نصائح
وانت اخوتي اللي طلبتو مني نعاود لكم الحنفي، انا عاودت لكم على خويا الحنفي، وان شاء الله مرحبا نعاود لكم على دراري فواسان. مهم شي حاجه كتبوا كومونتير ولا تزوج سمع شي واحد نعاود عليه، ما تزوج ترى ما نقدرش نعاود ولا هادي ولا هاديك. وانت تقول احنا ماشي سجناء تائبين، احنا سجناء تائبين، راه ماشي قلت لك كتقول انت بانك تخشطرنا تفرفرنا. نعم تفرفرنا اخويا، حنا كارمينا كارمينا فيه مازال فينا كيما قلت لك من نظن دون نقزع القرودة من السبوعات يحترمونا، ما نقدرش نديرو معاهم شي حاجة، علاش يحترمونا يقدرونا؟ فهمتي يا خويا؟ ايوا الله يهديك، انا ما نقولك حتى شي حاجة، راه ما جاوبتينيش في الكومنتير صاي خليتك هكاك، كيكونش انت مسيحي ولا مسلم ولا يهودي، انت شنو زعما؟ حنا ما تنقعدش السجناء التائبين ما تيبقاوش فيك زعما، ماشي صافي غير درنا داكشي صافي، حنا مجرمين. لا صاحبي حنا تعتبنا ماشي تفرفرنا، لا تفرفر شي وحده بعدا نهضر على راسي، انا ما تفرفرتش، انا باقي في اليمن ندق وندردق ونضرب الحبس، مازال في اليمن ندقدق تاع الحبس ندقدق عليه، ولكن لا بركة عليا وصلت 46 سنة بركة عليا حبست، انا غادي ندير وليداتي، انا باغي ندير داري باغي ندير مستقبلي، مش معولين على اليوتيوب بدا ناكلو منو طرف الخبز ولا لا خويا، ما ناكلوش منو طرف الخبز، حنا دايرين هاد الشيء باش ديما تنخوي انا داك الشيء اللي عندي، وديما نعاون خوتي الشباب، وديما المهم درنا محتوى حنا غاديين معاه. تحياتي لكم خوتي الصغار وليداتي وخوتي الصغار وصحاب الجماعة الستة، كيما قلت لكم الرابط ديال الصفحة فيسبوك غتلقاوه في الوصف، وكذلك انستغرام وكذلك تيك توك، ومرحبا بالجميع الناس ديال النجمة الستة. هاد الصفحة اللي في فيسبوك ماشي ديالي، انما ديال ما فهمتش تيطلعوا فيها فيديوهات ديالي تنكومونتي تيجاوبني السيد خذ راحتك اخويا لوح شي مشكل، صفحة واخا ماشي ديالي ديال ما عرفتش ديال من انا والله ما عرفتها مولاها كيلوح اخويا الله يسهل عليك، شتو تهز فيديوهات كيلوح غادي دخلوا سيروا تفرجوا، المهم نجمة ستة الفيديوهات ديالي تيتلاحو تما، فيديوهات ديال الدراري بزاف تيتلاحو تما، دخلوا تفرجوا مع راسكم. والتيك توك ديالي راه كذلك عاوتاني راه غنلوح به فيديوهات تا هو، وتلقوا لنا ان شاء الله اللايف فيه، نبقاو نديروا اللايف تاعنا محتوى سجون فيه لايف ماشي مشكل. المهم خوتي مغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، خوتنا الجزائريين والتونسيين والليبيين والموريتانيين وكاع تيشبشوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجميع متتبعي محتوى السجون المغربية، تحياتي واحتراماتي وتقديري لكم جميعا أخوتي، دفعوا الكروسة أخوتي شوية دفعوا، دفعوا الكروسة شوية ديال الجيم شوية ديال البارطاج، لا ما نقول لكم أخوتي دفعوا بنا الكروسة شوية، نكملوا بهذا المحتوى هذا إن شاء الله، زار كاين ميد أخوتي، زار كاين ميد كاع، ماشي شي حاجة ديال كذوب ولا شي حاجة ديال داكشي خاوي ولا هذا، لا، قصص اللي غيستافد منها بنادم، حقاش ديما للعبرة، تعالي الفرجة، تعالي الفرجة الإنسان تيتفرج داو تيتصمت، راه غادخل ليه تولي تعالي العبرة. لا دخل داكشي لدماغو لداخل يقول بقى غيستافد منه بزاف ديال الحوايج، لهذا خوتي تحياتي موت عليكم.